my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام عليكم جماعة، كيفكم اليوم؟ جاي تكون بالفعل جاي معاكم فيديو جديد عن ماينكرافت سيرفايفل. بس اليوم يا جماعة في اختلاف شكل، كل شيء حيكون مختلف، بس الأدوات ما بعرف، بس كمان راح يكون صعوبة هارد. فا أوكي، ممنوع طبعا غيرة قفلتها. هلا اللي حنعمله اول شي حروح هي القرية اللي هون، في هون قرية كما تكون شايفين. فاذا بتكون السيد هذا هو السيد لو سمحت، هذا في هون كمان قرية شفتها. بس تعالوا كمان شفت اميرالد بديو جيكم موديله الرهيب، شوفوا حتى الستون موديله مختلف. شوفوا هذا الاميرالد، هذا الستون. بس ما بعرف اذا الادوات موديلها مختلف، لانه يعني ما يضايف ريسوس باك يغير موديل الادوات. شو هذا المكان؟ واقف شو هذا المكان؟ طبعا السيد كمان ححطه بالوصف يعني. فاول شي واو اوكي، وعد في هون كهف اوكي. فانا يعني طولت بالاستكشاف السريع، هنيني اروح على القرية اللي هون. يلا فريك هون القرية على السريع، هنيني جمع خشب. طبعا لا، كان لازم طيف مود ريسوس باك يغير لي شكل الخشب، يساوي يعني دائري احلى بكون صار هيك. ساوي لي هيك هيك، ساوي هيك هيك، ساوي هيك، وبعدين اسوي لي خشب، حط لي هذا هون، اسوي هيك هيك هيك. وشكل الادوات كمان مختلف. لا لا لا، اول شي بنساوي ادوات دغري، بنساوي ادوات حجريه. هذا هيك هيك، شكل كل شي مختلف. هات هات حجر، هات حجر، جمع حجر. وات، صار حجر كمان صار حجر كمان بارتفاع مختلف. سريني انا هلا تقريبا بدي بس اتمنى، لا بدي 10 حجرات تماما. ليش 10؟ عشان اعمل كمان هون، بدنا كمان شوي فوت لهون، ساوي هيك هيك هيك. اول شي بدنا هيك وهيك هيك هيك، شايفين صار عنا هيك وهيك. لا هي هون، هي هيك، هي هيك. وبدنا نعمل بتل اكس، بيسوى معنا تنتين مشان السيف. لا الاكس هون، جيب الهاي، ساوي هيك ساوي هيك ساوي هيك هيك، ساوي هيك، ساوي لهون، ساوي هيك، واخيرا السيف يا معلم. فسري ركود، جيب لي وات يا جماعة، شكل الشجر ورا الشجر ليش غيروك؟ صار كتير غريب شكل ورا الشجر، بيتو قروين صار موديله كتير حلو. فا اوكي جماعة، فتت على الهبيت، جبت حجيب الفرن وجبت هدول البريكس. هدول انه بصيروا نادرين، السموكر فيني يجيبه بس هاتو يلا من هون، يعني مساعدة من القرويين بسيطة. هات الشمعة كمان، اصلا ما بيحتاجوها القرويين يعني عندهم شمعتين. موديلها كتير حلو الشمعة، حلو. شوفوا شلون النار بيطلع وبينزل، حاسس الواقعية صارت مليون. بس ان الشجر هيك ساوي يعني، والحيوانات غيروا موديلها يعني، صار موديلها للحيوانات. وات بس بس الشكل كتير خرافي صراحة، خاصة شكل الشمعة كتير متعبانين عليها البيسوس باك هذا. فبس شكل الحيوانات ما عجبني. هلا بدنا نفكر انزل كيفينج، او هنفكر جمع الهيلبل اللي هون. فحاختار طبعا الخيار الامن، يعني بوت يعني.
جمع الهلبة اللي هون. هذا لا تسأل ليش عم جمع هذا، هيك شفته قدامي موديله حلو، قلت حدين جمع. انت صار معي 17 حلو. هلا الهلبة في هوني كام مجموعة قدام ال... اوكي لا كنت حقوع وعيد كل شي من البداية. ليه اخذ مجموعة؟ لانه قدام كل مزرعة المفروض تيجي مجموعة. حلو فيهم مجموعة سريع جمع الهيلبل، بس ليش هيك موديله الهيلبل؟ ليش هيك موديله للهيلبل غريب كتير. بس في هون ايرون حلو. وات شو حلو موديله الايرون، بس تطبخه بتصير كتير حلو. ورشيني واو تعرفوا، بس مشكلة ما معي فحم، ما رح طوي على الخشب. فحم الأزود المفروض يكون فحم. فسريع جيب الفحم. اوه ايرون مرة تانية. شو هالقرية تقريبا يمكن ضل هون مليانة ايرون. شوفوا اوه كمان تقريبا، بس بدي اصلا هو مو ضروري يعني. خلص صار فيني يساوي فول، صار فيني يساوي سيف، بس فقى معي وحدة. بس لو يصفى كمان بساوي باكيت، ما بساوي الهو، لانه الهو يعني عادي شلو ما كانت تراته. وحتى يعني انا بالهو خشبي منيح، بس قلت يعني هو حجري منيح يعني احسن هو حجري. وبعدين اصلا ما معي حتى اوكي، فكرت ايرون حلو موديلات واقعية كتير. بس يعني لحط لكم نرى شلون فيكم تنزلوا لي هذا بالوصف. فيعني اوه شو سريع البلاست فرنس حلو منيح، ما سويت فرن طبيعي بس هحتاجه الفرن الطبيعي. فيعني لازمني اساوي، ليش انا بايدي شمعة؟ اوه نوار جيمر 12 برو بركات. جيب اتنين اوكي صار معي شو منيح ايرون. تفوت هوني ساوي لي بيك اكس. نعم نفتتح في البيك اكس. حلو لا هون هون البيك اكس، بس هي كتير صغيرة. شوفوا صارت هيك يعني صارت تبع مناجي. شوف تقريبا فيك ما بتفرقها عن هذا. يلا هات هون عالسريع اللي نساوي. بس فما يحبه شو بدي اسوي فيها، بسوي فلنتاند ستيل. او ماي جاد يا الموديل الايرون شو حلو. حط هيك جيب هيك حط هون ساوي هيك. لا جيب هيك ما فيك تفرقن عن بعض، بس الموديلات بتختلف. شوف الاكس شلون هيك، السيف شلون من تحت. يعني عن حقها تعبانين على المود هذا كتير. هلا في هونيك هالبيل، في هون كهف. هلا بنزل له عالسريع. حلو النزلة تقريبا آمنة يعني. اوكي يا جماعة كنت رايح على السباون، قصدي على هذا على الهيلبيل، ام لقيت سباونر حلو. بس سباونر شو بس يعني لازمني اساوي شموع يعني. انا هاتو جيني وبدي فوت كمان لانه ما هلتي قليل لانه ممكن موت هلا. فيعني لازمني فوت على السريع ساوي. جيب الهيلبل جيب 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 وجيب. شكل بريد لانه خور في هذا. حط هون واتا تقول بريد عن حقه وحقيقي، بريد يعني خبز عن حقه وحقيقي. وات اوكي بس شكل الحيوانات خاربته. سباينر سبايدر طلع سبايدر سبايدر. انت ما بتعرف مين انا. تعال يا رب جولدن ابل ونمتك. هدول اصلا الاثنين بس هي بدي اياهم. خيوط عنكبوت منيح، بدي يعني مناح خيوط عنكبوت. جولدن ابل الموديل الحلو. نيمتك كمان موديل حلو. الليبريد السترينجز موديل طول شوارب. جولدن ابل حلو. هذا حصان، هذا هذا
هذا وأخيرا طبعا هذا مثل ما لكم شايفين الموديلات مو يعني ما فيني اوصفها من كتر ما الحلوة. البريد موديل خرافي بس الشجر خاربة، يعني البيت موديل هون قروي جو ابل، يعني اقول لين ابل كان احسن. شجر وموديل الشجر كتير حلو صراحة، لا مو الشجر الكبير، الشجر الصغير يعني بس تيجي تزرعه. صباح الخير ديفان، هلا رايح كيف؟ انا صراحة لانه يعني حاجة صرنا وقت رح اروح هداك الكيف، فاني ما بعرف اذا هو كيف كيف ولا لا. انا ايش معي هدول الادوات؟ فان لفوق هيك، خلي لي هيك شوية مساحة. ما بعرف ليش معي كتير اشياء، هاي ليش معياها؟ يعني اخذ مساحة على الفاضي كلها واحدة اصلا. فيني اجيب امتى ما بدي. اوكي هون ما كان فيها، ما طلع في كهف بس هاتي، يعني عشان ما يوقع فيهم القرويين لازم اخذهم عشان ما يوقفوا القرويين، لانه انا حاساعدوني القرويين. فهلا اللي بدنا نعمله بدنا نلاقي كهف، عدا الكهف داك اللي فوق داك يعني عند الثلج بدنا. طيب انا ليش اعمل كهف؟ ليش انزل كهف اذا فيني اعمل كهف الخاص؟ اوكي يا جماعة زاويت باكيت بس موديله كتير قديم، ليش باكيت؟ المفروض لا باكيت سطل يمكن او كاسة. فاول شي بدي اجيبه هو المي كانت فوق، طبعا انا لقيت الكهف بس لازمني اجيب المي عشان بركي في ام ال جي، يعني احتراف ام ال جي. فيكم تعملوا هاي ام ال جي بدون هذا المي، بس انا بوت كتير يعني ما بقدر اعمله. واو ليش هيك موديل كتير خرافي، تكون تنزلوا وانتوا نازلين تطلع من اللعبة وترجع تفوتوا، ففي يعني قبل ما تلمسوا الارض شي بثانية تطلع من اللعبة وترجع تفوتوا. بعدين شو انتوا بتكونوا لمستوا الارض ما بتاخدوا دمج، لان اول ما تفوت على اللعبة ما بتاخد دمج لثانيتين. شو ما كان عندك، شو ما كان عندك، يعني اذا انت وقعت من اعلى ارتفاع باللعبة ما بتاخد دمج لثانيتين، يعني شي خرافي. بس لازم تطلع من اللعبة صح؟ هون هذا هو الكهف، شكرا المي دلني لوين الكهف. واو لك مش كمان معي خشب ساوي شموع كمان، ودول اللي فوق سآلة، دول اللي بالأرض لك لك شو سآلة. بسم الله اوكي طريق مسدود كأنه، لا في روحة اطلع اطلع. وات ذا هيلت، راح اقول جولدن ابل صور. هلا كمان لاقي السباونر سباونر تاني سيد خرافي، انه مرة خرافي. او ماي جاد بسم الله نطلع، خلينا نشوف. طبعا ما معي ستيكس للأسف، ما فيني احولها. لا لا يا جماعة ما معي ستيكس، رح اروح من وات زومبي 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 موسيم هيروب. من امتى الزومبي؟ بسم الله هنن بيحملوا سيف. هنن بيحملوا سيف بس مو لهالدرجة بيدمجوا. الكيف وينه؟ لازمني ضروري اروح اغراضي كلها هنيك، فجأة هيك بيجيلي زومبي وبالضربة بيقتلني، ده مش خرافي. سريع لازمني اطلع جيب اغراضي، انا بوت وين. الحمد لله
سريع سريع سريع، بدي اروح الطريق نفس ما رحت. ما معي مشكلة اسلحة يعني، اذا طلع لي زومبي روح هيك 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 هيك. يلا يلا بسم الله. منيح اني رجعت اخذت كل اسلحتي. جيب الاكس، جيب البيك اكس، جيبوا اخيرا. مين الهو مضروري بزع واحد تاني، بس اهم شيء اجلد هذا الزومبي. اجلدني بضربة ما شاء الله، شوفوا دمجه شو عالي. اوكي هلا لازمني اطلع على السريع صراحة. عرفت لانه في اونيكا سباونر انه عم يجوا زومبي كتير، بس بدي شموع. انا معي فحم بس بدي ستيكس، ما معي ستيكس انا ابدا. فما شاء الله يعني الزومبي ما شاء الله سريع، دمجه خرافي. شلون يمكن الريسورس باك ضايف دمج الزومبي الخرافي؟ ف لا لا طلع لا ماي جاد. اوكي يا جماعه، فاني انا ما كنت موقفه للهذا، فشفتهم يعني عم جمع الهذا ولا يعني، ف جمعتهم انا للستيكس يعني. انتو شفتوني وانا عم جمع، كنت واقفه بس. يلا فهلا اللي حنعمله انه حننزل لهون، حنروح هيك ولا حنروح عند السباونر. فا اوكي السريع بدي حط دي شماعة. ما بعرف هلا هذا سباونر زومبي 100% 100% 100%. فانه شايفين كريبر موديلو يا رب، لازمني حطيت مي. يلا يقرب. لا اوكي يعني ما دمجنا كتير لانه كان في مي. لا زومبي 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 بليز 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 بليز. اوكي يا جماعة رجعت بس دون بيكاكس يعني، ف لانه وين البيكاكس الحجري؟ بس عمي بيكاكس حجر يعني عبين ما لاقي ايرون يلي احتمال لاقي بهذا الكهف المعفن صفر. بس اذا ما لقيت بهذا الكهف رح انزل لتحت يعني، انتو بتعرفوني انا ما بستسلم. وجهني ما في شي كأنه وتف وت ليش ما في شي؟ عم شم من المكان شي ما ترسل انه زومبيس. ريني اوكي كيف معفن.
حلو لفوق بس عم يطلع طلعة ما في كمالي بطلعني عند القسم الثلجي كيفي هون يدخل لا هلا اللي حأعمله انه حأنزل لتحت من منطقة معينة هيك هون هون انزل 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 خلينا نشوف لوين حتوصل لا مو من هون من هون هلا رح انزل لتحت يعني مشان لاقي ايرون شي مفيد مو بس سبونرات سبونرات هي مفيدة بس ما بدي شي هلا اقدر اقتل فيه معي انشانتت لقيت بالسبونر يعني اذا بلاقي كمان انشانتت كتير منيح انزل 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 لحظة وين باكيت الماي عشان اذا في ام ال جي هيك كمان لقيت جولد شو فيني اسوي بالجولد وين اكتبها فيني اسوي جولدن انجوت اسوي جولدن انجوت هلا شلون فيني اسوي جولد جولد فيني اسوي ما فيني اوكي يعني بدنا نرجع نساوي ف او ماي جاد اوكي جماعة لقيت كيف لقيت كيف لقيت كيف على السريع السريع في زومبي هنيك في زومبي هنيك في كريبر 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 الا الكريبر لا الكريبر لا الكريبر لا الكريبر لا الكريبر لا الكريبر على السريع مشمع اي شيء عم شوفه قدامي تحمل لي المكان شموع كول 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 اوكي طلعت عم افتح حوالين حالي في زومبي في زومبي جلدته حلو حلو الحمد لله طبعا الكهف فاضي ليش صار لي ساعة محفر كنت لحمود مشان كهف فاضي ما في غير كوبر ليش الكوبر ما في فائدة اصلا من الكوبر اعمل ام ال جي اوكي انجلدنا ضروري الام ال جي ما معي مشكلة ايرون هاي واحد اوكي معي ايرون معي ايرون معي خشب ما معي خشب ما فيني اسوي خشب بالاسكس لا هلا ما قدامي غير خيار واحد لاني خاطر بس ما له خاطر حاكل جولدن ابل لا حاكل انشانتد رح اكل جولدن طبيعية ما رح اروح انشانتد بليز جولدن ابل بسم الله هلا صار فيني خاطر هلا فيني خاطر يلا هلا قلبولي هلا قلبولي هلا اوكي هلا لا تربولي بليز لا تربولي لا تربولي يا جماعة الوحوش كتير قوية بهذا النوع يا جماعة انا ندمان انا ندمان حاطط هارت يعني لو ايزي كنت قدرت فوز بس هارت لا ما استحيل فوز احلم فوز ماينكرافت هارت سيرفايفل انا بوت انا بوت بوت مو بوت اوه ماي جاد بس عندي سؤال لماينكرافت هلا اوكي الساند والجرافل جاذبيتهم ضعيفة طيب ليش مو بقية البلوكات كمان جاذبيتهم ضعيفة لانه عندي ديرت رمل مفروض يوقع مو هذا مثلا ذكاء وفوق ذكاء اينشتاين ماشي شوف حجي اينشتاين شوف هذا هو ماشي اما اذا بتجيبه شوف 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 هيك هذا
اذا حطيته هون بيوع، بس هذا اذا حطيته هون بدون وصل ما بيوع، بضل طاير بالهواء. اوه ماي جاد. اوكي يا جماعة، انا حاولت لحد هون، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وسلام.